الواجب عظيم في هذا. المسجد الأقصى جميع مساجد المسلمين، لكن المسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التي يشد إليها الرحال، وهو من مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يجب على المسلمين أن يدافعوا عنه بكل ما أوتوا حتى يخلصوا من وطأة الكفار واليهود. الواجب على المسلمين عموما لا على فرد من الأفراد فقط، كل بحسب استطاعته ومقدرته، ولو بالبيان والتوضيح، ولو بالاتصال بالمسؤولين وولاة الأمور، حثهم على العمل على تخليص المسجد الأقصى. فيجتهد المسلم حسب ما يستطيع من إنكار هذا المنكر العظيم ومطالبة بتخليص المسجد الأقصى من أيدي اليهود.